أبقى دائما مع قطاع الصحة، ففي وقت سجلت فيه وزارة الصحة 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، شدد وزير القطاع عبد الرحمن بن بوزيد، شدد أنه يجب على كل جزائري أن يضع كمامة أثناء خروجه، وحينها فقط يمكن التخلي عن الحجر الصحي. وزير الصحة أضاف أن مصالحه لاحظت صعوبة ومشكلا في التزام الجزائريين بالتدابير الوقائية، خصوصا التباعد الاجتماعي. وذكر وزير الصحة أنه يمكن خياطة الكمامات على مستوى البيوت وارتدائها، لتبقى الكمامة الطبية المصنوعة وفق المواصفات العلمية، موجهة لمكافحي فيروس كورونا من الأطقم الطبية وشبه الطبية المتواجدين دائما في الصفوف الأولى. للحديث حول هذا الموضوع وإلزامية ارتداء الكمامات وثقافة دائما ارتدائها مستقبلا، نربط الاتصال على الهواء مباشرة بالدكتور يوسف مجاهد. صباح الخير دكتور. نعم صباح الخير دكتور، هل أنت في الاستماع؟ أنا في الاستماع. صباح الخير أستاذ. نعم صباح الخير دكتور حسن. سأل صباح الخير، أنا في الاستماع. نعم طيب دكتور، بما لاحظت في الأيام أو في اليومين الأخيرين ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا نظرا لعدم ارتداء الكمامات أو تراخي في مسألة ارتداء الكمامات وأيضا التباعد الاجتماعي، وبدرجة الأولى الذي دفع إلى ارتفاع عدد الحالات، كطبيب ومختص ما الذي يمكن قوله في هذا الإطار؟ هو الشعور الكريم لازم يكون العلم بانه هذا المرض كما كانت ما نعرفوا بلي ينتقل عبر الرذاذ اللي قلت لك هذوك تاع السعال وبالعطف في بدايه المرض، لانه جديد وكانت الناس ما تعرفوش خاصه المختصين، كان الزاميه لباس الكمامه الا للفريق الطبي فقط. نعم. لكن مع الوقت تبين انه حتى عموم الناس لازم يلبسوا الكمامات. نعم. لذلك بدات نقول لك من بدايه ابريل من بدايه شهر مارس شهر مارس بدا الفريق الطبي على مستوى العالم خاصه في بعض الجامعات الامريكيه انه يقولوا باللي ارتداء الكمامات لازم يكون على الجميع. ويخليو كما قلتي الكمامات العلميه او الكومباتيبل كما قلنا اللي ما فيش ريجيكو هذاك الاخ اف بي هذاك، يخلوه الفريق الطبي هو يدير كمامه من القماش يقدر يخيطها في البيت وتكون مستعملة، يقدر يستعملها ويعاود. مش ماشي جزر يغسلها ويجوز على الفرارو باسي على الميكروات، يقدر يعقمها باش المغول يقدر يستعملها عاد. نعم طيب نعم طيب دكتور، اليوم من الأكيد أنه خطر كورونا لم يزل بعد. أكيد نعم. أنا أصلا لما واحد ولا قلب كورونا راحت معنا، ولا كان الاعداد كان واحد الوقت استطاع الى حد بعيد من الفريق الطبي يسيطر على المرض هنا في الجزائر بالضبط. ليس لانه الفيروس بدا يروح، لا، لانه كان فيه لو كان يديروا ميزان كفه العدوى بالنسبه لكفه العلاج كانت فيه نوع من التعادل. لكن للاسف الشديد خاصه ما قبل رمضان اللي كان فيه خروج كثير للناس باش يشرو، ثم جاء الاجراء اللي فتح بعض المحلات التجاريه هو اللي خلى هذيك المنحنى يطلع. لذلك حنا نقولوا باللي المرض مازال اكزيست، والاجراءات لازم تكون اكثر صرامه. اذا كان الانسان كان صار من قبل لازم يكون مع الاعداد اللي رانا نشوفوا فيه يكون اكثر صرامه، خاصه في دولتيه ارتداء الكمامات والتباعد والنظافة. نعم أكيد نعم أكيد دكتور، لكن نبقى دائما مع الكمامات لأنه كما قلت وكما أشار يوم أمس وزير الصحة، لا يجب توفر كمامة طبية التي ستوجه بضرورة إلى الطاقم الطبي والعاملين في محيط المستشفيات. يمكن صناعة كمامات منزلية وفقط تعقيمها كما قلت بالمكوات أو حتى بالمعطرات. وهذا هو الطلب، لأنه حس
الى نتيجه ايجابيه يكون تطبيق على الجميع. اذا كان اغلبيه تطبق او فئه لا تطبق معنى هذا الاجراء ما يقدرش يكون افيكاس. الافيكاسيتي لازم يعود في براتيكي في المود. دونك حنا لذلك نقولوا باللي الكمامه راهو شيء آلي، شيء تقدر تخيطوا، راه كاين فيديوهات على في الانترنت يوريك طريقه الخياطه، نوع القماش، يخيط كمامه ب شيء بسيط ويستعملها ويقدر يعيد يستعملها، ما يستعملها مثلا في اليوم بعد يغسلها على 60 درجه كما يقول المختص 60 درجه، ولا كان ما عندوش ماشي لافي معليش يسخن الماء ويسخنها ويغسلها ثم يجوزها على الميكواس يعاود يرتديها. وقبل هذا الاجراء اللي كما نقولوا احنا نطلبوا اكثر هو عدم الخروج، واذا كان فيه خروج يرتدي الكمامه. ثاني شيء هو التباعد، اذا كان واحد ما خرج ومن بعد ولا يخرج يدير الكمامه ومن بعد واذا راح لقضاء حوائجه واحترم المسافه بينه وبين المواطن الاخرين سواء في المؤسسات او في المتاجر سواء في اي في العمل باذن الله راح نلحقوا. وثالث شيء اللي انا فيها ثلاثيه كما قلتها قبل، استبدال الكمامات ثم غسل ثم النظافه ثم التباعد. نروحوا الى النظافه، هي نظافه اليدين بالمعقم هذاك الجل الكوليك، لكن اذا ما كان عنده الجل يفضل ما يغسل بالماء والصابون عادي. معنى اظن انه هذه جميع الناس يقبلوا الاستنتاج، يغسل بالماء والصابون عده مرات في اليوم، وكل في كل غسله لازم يطول شويه برك تحت الماء كما نقولوا بالماء والصابون، ثم الاصبح كذلك يطهرها بالماء والجافيل او بالماء والكحول. اذا كان بالماء والجافيل يدير كميه من الجافيل وما يناسب خمسه من الماء، معناه لو كان يدير مثلا لتر من الماء من الماء جافيل يدير خمس لترات من الماء، اظن هذا ثاني شيء عادي اي مواطن يستطيع يدير. طيب معقم في بيته ويعقم الاصبح، يعقم المكتب نتاعه ويعقم المتجر او ايا كان او اي شيء يشري من الخارج يعقمه. اذا طبقنا هذه الثلاثه باذن الله سنصل الى محاصره مرض ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا رب. طيب دكتور، هناك من يعانون من امراض ضيق التنفس ولا يستطيعون ارتداء هذه الكمامات، ما العمل بالنسبه لي هكذا حالات؟ احنا نقول باللي اصلا ارتداء الكمامه هو اجراء كان اجراء قبله اللي هو عدم الخروج، اذا كان واحد ما عندوش سبب للخروج من البيت لا يخرج، لكن اذا كان بالضروره بسبب العمل او بسبب شيء يرتدي الكمامه عندما يكون امام امام الغاشي تجمعات تجمعات بارك الله فيك، وان كان تجمعات يرتد الكمامه، خرج التجمعات يعاود يربط نفس هذه. معناه اذا كان اذا ذاهب للمتجر او الى السوق او في مكان عمله اذا كان لازم عليه باش يرتدي الكمامه يرتدي في تلك اللحظات وما عاود ينحيها يتنفس عادي مرة. نعم طيب، يعني اليوم الكمامات والاجراءات الوقائيه بين قوسين سمحي لي بين قوسين فيما يخص العمل برك اظن الاجراء الناس اللي عندهم امراض المزمنه ما يقدروش ما عندهمش ما يقدروش يخدموا. انا داخلين في الاستثناءات اللي ما يخدموش. نعم جيد جدا. طيب اليوم كما قلت أصبحت هذه الإجراءات الوقائية مسألة حياة أو موت وليست اختيارية كارتداء الكمامة، أنه تستطيع ارتدائها أو لا، يعني أنت أمام خيار، بل بالعكس اليوم هناك حديث عن إجباريتها، إن لم ترتديها فربما ستعطى غرامة مالية. هذا هو مطلبنا، لانه احنا اللي جرى اللي اتخذته السلطات في الجزائر انه في حجر الى الليل في الصباح الناس تقدر تقضي حاجاتها اليوميه، لكن احنا مثل ما تفعل بعض الدول في الخارج، لكن بعض الدول في الخارج عندهم ليبافيت لي ماسك اوبليغاتوار، مع الكمامات اجباريه واذا ما لبسهاش يعرض الى غرامه ماليه او عنده عقوبه، عنده بيناليتي. دونك حنا هذا هو المطلب تاعنا، حنا ماذا بينا ان شاء الله نصل الى كمامه لكل مواطن اجباريه عندما يخرج ويقابله اجراء ردعي من الناس اللي ما ارتدوش هذه الكمامه. وكما قلت المختصين يقولوا اذا كان تطبيق من الجميع باذن الله سنصل الى النتيجه. نعم معلومه فقط برك انه جميع الملكيات داروا كومباريزون مقارنه بين الشعوب التي ترتدي الكمامات اجباريا مثل دول الشرق اسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبيه والصين، اللي عندهم عاده من قبل
أزمة كورونا كان عندهم هذه التشريبات، ومقارنة ببعض الدول الأوروبية وعندهم كما في أمريكا القوا بنسبة الوفيات تهبط ب 10%. نعم، ربما هذه هي الثقافة التي نفتقد إليها اليوم، ثقافة ارتداء الكمامة بعيدا عن وباء كورونا حتى مع الزكام أو أي مرض آخر. وهذا هو المشكل، يعني حتى قضية المظهر، قضية مش مناسب كما قلت فيها في التنفس، قضية كان يقول لك ما نقدرش نشريها، باسكو كاين استبيان دارته جمعية في الفيسبوك، داروا استبيان على سبب عدم ارتداء الكمامات، كان 44% كان سببه ما قدرش يشريها، ثم 19% ماشي موالف، ما اعتاد لابس لها، معناها انا ارى انه هذا 44 و19% نقدروا نتحكموا فيها. اذا كان يقدر يخيطها في البيت ومن بعد يحاول يتحمل نوع من المسؤوليه ونوع من الوعي، يكون اكثر وعيا واكثر مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه عائلته ومجتمعه، تولي ان شاء الله باذن الله نلحقوا الى التحكم في المرض ونعاودوا كما كنا من قبل. نعم، لأنه اليوم الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية شرعت في رفع الحجر الصحي، لكن أجبرت المواطنين، جميع المواطنين، على ارتداء الكمامة. هناك حديث عن أن ارتداء الكمامة سيكون بشكل دائم. هنا في الجزائر؟ لا، في أوروبا. في اوروبا نعم. بالامس ايطاليا رفعت الحظر، بدا يرفع الحظر تدريجيا. وايطاليا اللي كانت بؤره للوباء وكان يشوفوا نسبه الوفيات حتى 700 وفاه في اليوم، اليوم بالامس بداوا يخرجوا، لكن كما قلنا بتتبع الاجراءات ثلاثيه التباعد وهذه الكمامات والنظافه. واظن اللي يعاودوا يرجعوا لحياتهم العاديه، وحنا في الجزائر ان شاء الله نطلب ماذا بين من السلطات انه تذهب الى هذا الاجراء، انه نعم الزاميه المواطنين بارتداء الكمامه، والا سيكون مصيرهم غرامات ماليه، وهذا هو مطلبنا. نعم. طيب دكتور، نصيحة الأخيرة لتوجه الجميع المواطنين، خاصة الذين يصطحبون الأطفال معهم إلى الأسواق الشعبية والأماكن المزدحمة، حتى الذين يتركونهم في الشارع للعب، وهي ظواهر نشاهدها يوميا منذ بداية الشهر الفضيل. احنا نقول لهم معناها سنواصل في قضية الوعي، ثم الوعي. نعم. الوعي هذا المرض راه صعيب، راه حياة الناس هي في اللعب، انا نشوف حالات وفيات، نشوف الاعداد، نشوف الناس تسوفري، نشوف حتى نشوف حنا الفريق الطبي عنده 4 شهور اللي راهو في المستشفى، اللي راهو امام المرض، معناها في جهاد منذ 4 شهور تقريبا، انا فقدنا حتى اطاره طبيه بالامس، فقدنا شاب من مدينه جلفة. نطلبوا له الرحمه ان شاء الله، رحمه الله. نعم، الشاب رحمه الله كان مبدئين برك طبقوا المبدا الاول، ضع نفسك انك راك مريض وتتعامل مع الناس مره. نعم، مش بهذا المبدا اللي مشاتوا الصين اللي عندهم 4 ملاير مثلا واكثر، استطاعوا يتحكموا بالمرض بهذا الشيء. ثاني شيء ثلاثيه ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافه والمسؤوليه الاجتماعيه. شكرا لك دكتور على جميع الايضاحات. شكرا.